حل كتاب الفقه وسلوك الصف السادس الابتدائي الفصل الأول. راح نبدأ إن شاء الله بالوحدة الأولى وهي عن صلاة الجمعة وفضل يوم الجمعة وحكم صلاة الجمعة. راح ناخذ الدرس الثاني عن مستحبات يوم الجمعة. نبدأ بالدرس الأول صفحة 8 وحكم صلاة الجمعة صفحة 9. راح نبدأ إن شاء الله حل النشاط الثاني صفحة 10 والثالث صفحة 11. راح نبدأ إن شاء الله يطبق صلاة الجمعة وفوائد اجتماع المسلمين أداء العبادات الصفحة 12، وحل التقويم راح يكون صفحة 13. عندنا علل وصحح أكمل الفراغات. نبدأ بالوحدة الأولى الدرس الثاني مستحبات الجمعة والخطبتان الصفحة 14 و15. النشاط الأول راح يكون عندنا ما ينهى عنه في حضر الجمعة، راح يكون الصفحة 16 مع حل النشاط 2 و3 وخطبتي الجمعة ما هي شروط صحة صلاة الجمعة. وراح نبدأ إن شاء الله صفحة 18 نشاط 4 وراح نحل التقويم صفحة 19. الوحدة الثانية صلاة العيدين وتعريف العيدين والحكمة من مشروعيته صفحة 22. وراح نبدأ إن شاء الله صفحة 23 إظهار الفرح والسرور يوم العيد وحل النشاط، وحل النشاط 2 صفحة 24. راح نبدأ تحل التقويم صفحة 25، سؤال صح أو خطأ الأول والثاني ماذا يفعل أحمد في الحالتين الآتيتين، اكتب بأسلوب 4 أسطر عن أهمية العيد. رح نبدأ إن شاء الله الدرس الثاني صلاة العيدين ووقت صلاة العيدين صفحة 27 صفة صلاة العيد. رح نبدأ الصفحة 28 حل النشاط الثاني وصفحة 29 خطبتا العيدين. حل التقويم راح يكون عندنا صفحة 30 الدرس الثالث عن سنن العيدين وتكبير في العيدين الصفحة 32، وحل النشاط راح يكون عندنا الصفحة 23، وراح يكون عندنا حل التقويم صفحة 24، 4 أسئلة. السؤال الخامس ما صفة التكبير في العيدين. الوحدة الثالثة صلاة الكسوف، الحكمة من حدوث الكسوف والعبادات التي يشرع بها الصفحة 36. نبدأ معنى الكسوف وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. راح نبدأ إن شاء الله بحل النشاط الأول صفحة 37 والنشاط الثاني صفحة 38 والتقويم صفحة 39. نبدأ الحين إن شاء الله الوحدة الثالثة صفة صلاة الكسوف صفحة 40 والصفحة 41 والصفحة 42. راح نحل النشاط والتقويم صفحة 43. نبدأ الحين إن شاء الله بالوحدة الرابعة عن صلاة الاستسقاء، ما هي صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء، وهو طلب استسقاء من الله تعالى بنزول المطر وحكمها أكيد سنة مؤكدة. راح نبدأ إن شاء الله الحين بحل التقويم الصفحة 50 حكم صلاة الاستسقاء، وراح نبدأ باختيار متعدد وما الدعاء المستحب عند نزول المطر، وأكتب في سطرين عن أهمية الماء. رح نبدأ إن شاء الله بالوحدة الخامسة صلاة الجنازة الحقوق والواجبات للميت، والدرس الثاني عن سنن الجنازة، الثالث محظورات الجنازة، وحل النشاط الدرس الأول صفحة 53 والتكبيرة في الثالثة والتكبيرة الرابعة، وحل النشاط الصفحة 55 والتقويم الصفحة 56. الدرس الثاني عن سنن الجنازة عندنا 5 سنن للجنازة صفحة 57، وفي عندنا 58 تعزية أهل الميت وقول الزائر إذا دخل المقبرة السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. راح نبدأ بالدرس الثالث محظورات الجنازة، عندنا إن شاء الله 6 محظورات للجنازة وحل التقويم صفحة 61. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح ونحل كتاب الفقه الصف السادس. كتاب الفقه في عندنا مجموعة من الدروس وهي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة. طبعا عندنا درس الأول وهي صلاة الجمعة وفضل صلاة الجمعة. طبعا مثل ما نعرف يا شباب أنه في حديث شريف قال للرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. طبعا يا شباب نحن نعرف صلاة الجمعة تجب على المسلم وعلى البالغ وعلى العاقل وعلى الذكر وعلى المستوطن، أي يعني غير المسافر. بعدين رح ناخذ يا طلاب
صلاة العيدين. طبعا نحن في العيدين الموجودة عندنا هي عيد الفطر وعيد الأضحى. طبعا حكم صلاة العيدين على الرجال فرض كفاية، أي يعني فرض كفاية يختلف عن فرض عين، أي فرض كفاية أي إذا وجد من يصلي سقطت عن البقية. فعندنا وقت صلاة العيد، يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس. طبعا صفة صلاة العيد هي ركعتين بلا أذان ولا إقامة. للركعة الأولى 6 تكبيرات، طبعا نبدأ بأول تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم 6 تكبيرات، وبعدها الاستعاذة بالله والبسملة، ثم نبدأ ببقية الصلاة. أما الركعة الثانية ف5 تكبيرات، الأولى 6 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات ثم إتمام الصلاة. هاي بالنسبة لصلاة العيد. طبعا تختلف صلاة العيد عن صلاة الجمعة، إنه صلاة الجمعة نبدأ بالأول خطبتين، عفوا خطبة وبعدين خطبة صغيرة بعدين نبدأ بالصلاة الجمعة ركعتين. أما صلاة العيد فتبدأ أول صلاة ثم الخطبة. وصلاة العيد يا أخوان تختلف عن وقت صلاة الجمعة. وصلاة العيد يوجد بها 5 تكبيرات الركعة الثانية و6 تكبيرات الركعة الأولى. أما صلاة صلاة الجمعة فيها ركعتين عادية مثل ما بنعرفها. عندنا الدرس اللي بعده هو الكسوف يا طلاب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.